رح نروح هلأ مع الأطفال، فالفضول هي صفة موجودة فينا كلنا لكن بدرجات مختلفة، ولا يمكن إخفاء أهمية هي الصفة بالتعرف أكثر على عالمنا وفهم شو هو الشيء اللي بحيط فينا من أحداث ومن ظروف. لكن عند الطفل تختلف هي الصفة، فالأسئلة والاستفسارات حول الأشياء بتكون لحتى يتعرف، بس كتير في من أهل بيتعبوا من كثرة الأسئلة المتكررة، من كثرة يمكن الاستجوابات والأسئلة المتكررة عن نفس الشيء. رح نحكي أكثر شو هو الفضول عند الأطفال وكيف نحن فينا نكون إداريين بهذا الشيء ونسوق القصة صح مع أطفالنا مع الأخصائية التربوية نغم طربي. اهلا وسهلا فيك نغم، صباح الخير. يسعد صباح المشاهدين. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيكي. بالبدايه خلينا نعرف الفضول، بس كمان ما بدي بس الفضول عند الاطفال، الفضول عند الكبار والصغار يلي هن اكيد بياثروا على اطفالهم يعني بهذا الموضوع. طبعا الفضول هي سمه بارزه بحياتنا، بتختلف طبعا بدرجات، بتكون بتختلف من شخص لاخر، لكن الفضول وحب الاستطلاع لهم معنى واحد لكن الهدف مختلف. كيف يعني؟ أنا لما بشوف الطفل الفضولي بمرحلة الطفولة المبكرة بيكون هون عنا طفل فضول إيجابي، لأنه بحاجة ليكتشف العالم الخارجي، ليتلمس، يشوف، يسأل عن كل شيء بيشوفه. العالم من حوله بيكون معتم أو مظلم، فهو بحاجة لهي الأسئلة ولهذا الفضول ليحصل على الأشياء اللي بده إياها لحتى يوصل لمرحلة الاستقرار. لكن لما بتتطور مراحل نمو وبيكبر أكثر، ممكن هذا الفضول يتحول لحشرية اللي بنسميه التدخل بالأمور اللي ما بتعني، بصير بيسأل عن أمور بتخص أشخاص، عن أشياء ما إلها معنى، حتى ما بتضيف شيء لحياته. هذا الفضول بنسميه الفضول السلبي. حب الاستطلاع هو الشيء الإيجابي يلي كتير ضروري بحياتنا، يعني بيقودنا للمعرفة، للتعرف على المهارات، الخبرات، زيادة المخزون التعليمي عند الأطفال. هذا الموضوع كتير ضروري بحياتنا، حياة أطفالنا. في تجربة أجروها لأطفال دامت 20 سنة، جمعوا أطفال بعمر سنة ونص وثلاث سنوات بمكان، حطوا أشياء أثارت فضولهم، أشياء مغلفة مخفية، وراقبوهم بكاميرات. هدول الأطفال نفسهم تابعوهم بمراحل نموهم وشافوا درجات الفضول عندهم. كانت النتيجة أنه الأطفال اللي كان فضولاً عالي حصلوا على تحصيل أكاديمي أعلى، كان اندماجهم بالمجتمع المحيط أكثر، كانوا ناجحين بحياتهم أكثر. فهو الفضول بمرحلة الطفولة كتير ضروري ومهم، لكن لازم نوجهه بطريقة صحيحة، يعني بطريقة إيجابية نبتعد عن هي التدخلات اللي ما إلها معنى المزعجة اللي بتسبب لنا إزعاج كتير كبير بحياتنا. تدخلات وين رحت، وين إجيت، شو أكلت، شو شربت، هي بتسبب، هاي الحشرية بتسبب كتير انزعاجات لنا. نفرق بين الفضول السلبي والإيجابي. خلينا نحكي على الفضول عند الأطفال يلي هلا عم يتعلموا، يلي من صف أول، صف ثاني أو أصغر بشوية، يعني من بيضلوا بيسألوا، نحن كيف فينا نحتضنهم انه يسألونا لنا وهو رأينا يكون يمكن، او لانه نحن رح ندلهم على الشيء الصح، مو يستشيروا رفقاتهم بالمدرسه، يسألوا الجيران، يسألوا شوفير، يسألوا اي حدا. تماما. يعني بنشوف كثير الاطفال فضوليين، مو بس الماما والبابا، لا، كل الدنيا، كل العالم بيسألوها. كيف فينا نحتضنهم؟ اول شيء عندنا الفضول له شكلين، شكل تخريبي وشكل الاسئله اللي ما بتنتهي. الشكل التخريبي هو انه انا دائما، كلنا بنعرف الاطفال لما بنعطيهم لعبه ببلشوا بيفككوا اللعبه ليوصلوا لداخلها، ما بيلعبوا فيها، او اذا بيمسكوا قلم حتى كمان بيفككوا لحتى يشوفوا شو في بداخله وما بيستخدموه اساسا. هذا الفضول التخريبي. الفضول الاسئله اللي ما بتنتهي، الاطفال بنلاحظ اول ما بتبلش تطلع للعالم الخارجي بتسال اسئله ما بتنتهي، لدرجه انه حتى الاهل بيضوجوا من الاسئله، اهالي بتعصب، امهات انه حاج تسال، يعني انه كم سؤال صرت سائلني بالنهار. الاجوبه حتى ما بيكتفوا فيها، بيدخلوا بامور بتفاصيل كثير اشياء حتى ما بتهمهم. فنحن لحتى نكون قادرين نحتوي هذا الطفل ونساعده لحتى يوصل للمعلومه الصح، انا بجاوبه ببساطه السؤال اللي هو ساله. هلا نحن في كثير عندنا اطفال بتسال اسئله متكرره، ومنها انا كيف اجيت؟
أكيد. انا وخصوصا اذا بيشوفوا الصور، يعني صور العرس، انه ماما انا ليه ما كنت معكم، انا كيف اجيت. طيب الاهالي هون شو بيكون ردة فعلهم؟ هلا مو لازم يتعلم كمان الطفل انه في اسئله لازم ما يجاوبوا عليها الاهالي او الاشخاص اللي بيعمر تماما. هلا نحن لما بنجاوب على السؤال بدنا نراعي المرحله العمريه، سؤال أعطي معلومات جزئية بناسب عمر الطفل وقريبة من الواقع، ابتعد عن الخيال. يعني بهذا السؤال الطفل لما بيسأله، في كتير من الأهالي بتقلك إنه أنا اشتريتك من بيع الخضرة، أو لقيتك على الباب وفوتك لعندي، أو حطيت فيها كذب واقعي. لا لا ما بيصير، لازم نبتعد عن الخيال، لأنه الطفل رح يوصل لمرحلة معينة ورح يكتشف الأشياء الصحيحة ويعرف، ما عاد بيكون في مصداقية بين الأهل وبين الطفل. فكتير ضروري أنه أنا لما بدي جاوب الطفل بدي جاوبه بطريقة واقعية، أعطي معلومات جزئية بتناسب عمره، أنه أنا كيف إجيت، بدل ما أنا اشتريتك من بياع الخضرة أو حطيت سكر تحت المخدة، ثاني يوم بفيخ بلاقي نمل تحت المخدة، فأنا بجي لعنده أنه أنا بلعت بذرة، صرت اشرب مي واكل، صار بطوني يكبر شوي شوي لمده 9 شهور، ما عليه بشرح له هي الفتره. بعد 9 شهور بعد ما كبر بطوني رحنا على المشفى وشالوك منه. فورا بيجي مثال عن الكائنات الحيه، بنجيب بذره بنحطها بالتراب وبنصير نحن بنهتم فيها وبنسقيها كل يوم. بعد يوم بنلاقي صار لها جذور، صارت تنمو، صار لها ثمار وصار ياكلها الطفل. فهي الثمار استفدنا منها. على هذا المبدأ بس نعطي أمثلة خاصة بالواقع. طب إذا قلك أكلتها وينه بطوني؟ لا لا لا، نحن منجي للطفل أنه أنا بمرحلة كبيرة لما نحن نقرر نستقر بحياة ببيت مثلا، بحياة زوجية خاصة، أنا بشرح له أنه ودائما نحن أنه البنوتة هي اللي لما بتاكل هي البذرة هي اللي بتجيب البيبي، تمام؟ فأنا هون بشرح له أنه الإناث هن دائما الإنجاب، هن اللي الإنجاب خاص فيهم لإلهم. الذكور هن مثلا هو هذا الزوج اللي بيعملوا عرس. يعني أنا بجي للطفل لمستوى تفكيره، يعني بشرح له بطريقة مبسطة وأنا أقنعه للطفل. دائما كل سؤال كل جواب بيجاوبوا الأهل بيرجع الطفل بيسأل. أكيد يعني فأنا لازم تكون عندي أسئلة مقنعة، أجوبة مقنعة للطفل لوصل له الفكرة. يعني هذا الموضوع بيكون كتير قريب لتفكيره. أكيد يعني نغم، نحن كتير في قصص عند الأطفال، إن كان من الفضول وإن كان من الحكي اللي بيطلع برات البيت اللي بيفضح البيت كمان فينا نصنفه ضمن انه هو فضولي بالسرسره. يعني طبعا نقل الكلام تمام. هذا الفضول السلبي اللي حكينا عنه. نعم. وممكن كثير هي الفضول اللي ما له معنى، انه الاسئله وين بدي اروح، شو بدي اكل، طيب بعد ما ادرس ليش عملتي، هي مكتسبه من الاهل، من المحيط، من الام اللي بتتدخل بجيرانها ورفقاتها، وهالاساس من فضول الاهل انت او ممكن تضحك له وقت سؤاله. ما هو اكيد يطول. وشكرا لك، شكرا لوجودك معنا، واكيد نشوفك في حلقات قادمه.